تبارك الله تبارك الله. اللهم صل عليك يا رسول الله. أمطار الخير والبركة في مدينة بركان، الحمد لله على كل حال. والله لا رواد تبارك الله، يا سلام. الله لا أعطي لها جوج تخيخ تبارك الله. شو كي ولا الدعوة كده، الحمد لله تبارك الله. اللهم صل عليك يا رسول الله. الحمد لله على كل حال. تبارك الله، اللهم صل عليك يا رسول الله. أمطار الخير والبركة تبارك الله في مدينة بركان، الحمد لله على كل حال. مباشرة معكم من مدينة بركان، أمطار الخير والبركة. الله أكبر عن الحق. أذان صلاة العشاء حسب المنطقة الشرقية. احنا كنتواجدوا الان في الرومبا ديال مدينه بركان عند العماله، صدفه كنا جالسين في القهوه، والحمد لله على كل حال على السيوه اللي طاحت تبارك الله. اللهم صل عليك رسول الله، اللهم صل عليك رسول الله. صراحه هذا الشيء كيفرح، الحمد لله على كل حال. راه تصب الخوت، راه تصب صراحة، راه تصب. الحمد لله. Gracias.
اللهم بارك وزيد. الحمد لله على هذه الأمطار الخير والبركة. اللهم بارك وزيد. الحمد لله الحمد لله على كل حال. اللهم صل عليك يا رسول الله. اللهم صل عليك يا رسول الله. الله هذا الشيء كيفرح الخوت والله العظيم اللي كيفرح بصراحة. لكن توجد الآن في الشارع بكي الهبيل بصراحة فيضان تبارك الله. هنايا شوف 5 دقائق ديال الشتاء فيضان والله العظيم الخوت الى اش كيفرح بصراحة تبارك الله. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم بارك وزيد في ذلك. 5 دقائق كنتوا شارب كالهبيل تبارك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم بارك اللهم بارك. تبارك الله. هذه الخوت راه 5 دقائق ديال الشتاء. 5 دقائق بالحساب والله العظيم الى خوت الى شي حاجه تفرح بصراحه. الحمد لله كنت ساعد دقائق ديال الشتاء. دابا خصنا نديرو قفز على الحواجز خصنا نكزو باش والله الا خصنا نكزو باش نتسلكو. خصنا نديرو القفز القفز الطولي. الحمد لله شوارع مدينة بركان هي هذه.
ملي كطيح شويه الشتا راه كلشي كيوقف صراحه. والله العظيم الخوت ها انتم تشوفوا بابا 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 سير يا ولد. شوارع مدينة بركان غارقة، 5 دقائق فقط. والله ما تقدر تنقز، ما تقدر تفوت منها حتى له، يعني الشارع كامل راه غادي ماء، كامل كامل كما كتشوفوا راه على الأقل واحد 3 سنتيم ولا ديال الماء. يا ولد الحاج كي غادي دير تنقز درك؟ كي غادي دير تفوت؟ كي غادي دير تفوت؟ اللي تعوم هذه التعليم.